احنا موجودين على مدار اربع ايام بنحاول ان احنا نتقابل مع 25 شاب وفتاة جايين من مختلف الثقافات ومن اكتر من محافظة مصرية. بنحاول نعرفهم وندربهم على مفهوم المناظرة. لكن الجميل والجديد المرة دي في اسبوع صوت الشباب العربي في مصر ان احنا دمجنا المناظرة مع المسرح، ان احنا ازاي نخلي شبابنا وبناتنا يقدروا يتناظروا بشكل مختلف وشكل جديد، مش بس في ان هم يكونوا واقفين واخدين على الكلام باللغه العربيه الفصحى وانهم يعبروا عن رايهم، ازاي بقى احنا نقدر نوظف ده وكمان نستغله احسن استغلال علشان نطلع منهم مواهب كتير كمان زي موهبه التمثيل او بوجودهم على المسرح. احنا بنستعمل نوع من انواع المسرح مبني على الارتجال، فهو اوله بيبقى صعب شويه لانه الناس محتاجه في وقت قليل قوي تفك وتبتدي تقول حاجات من عندها، بس بعد كده بيبقى اسهل لانه هو مفيش نص، فهو الشباب مش مضطرين يحفظوا حاجه حد تاني كاتبها، هما بيقولوا حاجات هما اللي مألفينها. رأيي ان المسرح التفاعلي ده ممكن يكون أداة من ضمن الأدوات اللي بتوصل طريقة المناظرة، بمعنى ان المناظرة لو احنا بنشوفها نظري على أرض الواقع ما بين أشخاص متناظرين ممكن نشوفها في المسرح. كنتش فاهم في الأول ايه المطلوب مني او هو يخص المسرح ولا المناظرة. كنت دلوقتي انا بشارك في المجتمع، خاصة المسرحية اللي جاية دي بشارك في المجتمع بحاجة إيجابية ممكن احس فيها بقيمة نفسه. اكتر حاجة شوية كنا محتاجين نفكر فيها ان احنا مش عايزين نعيد شكل المناظرة، فكان ازاي ان احنا نشتغل على شكل العرض، فانه يبقى عرض مسرحي ولسه في اداة من ادوات المناظرة اللي الشباب اخدوها برضو في الثلاث ايام اللي فاتوا. هي الفكرة ان احنا بنشتغل على الارتجال، والارتجال بيبقى جزء منهم، يعني بيبقى الماتيريال اللي هي طالعة في العرض او في الشو بتبقى جزء منهم هم، يعني بدل ما بنقف بشكل معين وبنقول كلام ممكن نحرك الكلام ده بجسمنا او في شكل مشهد او في شكل تعبير حركي او في شكل صوره، فبيبقى متفاعل اكتر مع الجمهور كمسرح بشكل تاني عن المناظره. يعني هو في الاخر المناظره شبيهه قوي بالتمثيل، انك انت بتاخد وجهه نظر وبترتب افكارك وفي القاء للشيء اللي انت بتقوله، وده شبيه جدا بفكره انه الناس تمثل، فهي بيبقى عندها شخصيه فما بتقولش وجهه نظرها هي او وجهه نظر حد اداها لها، بس وجهه نظر الشخصيه اللي بيمثلوها بتفردها. يعني هم اللي فكروا في الحدوته، هم اللي فكروا في الحركه، هم اللي فكروا في الصوره، فده بيبقى مفيد جدا ليهم ويبقى طبيعي ان هو ده نتاجهم هم، فهيبقوا مصدقينه. هنعمل ربط بين المسرح التفاعلي والمناظره، هنعمل ميكس بين الاثنين، نعمل مناظره على المسرح بره. انا شفت حاجه مسرح تفاعلي لكن لحاجات تانية غير المناظره، اول مره اعرف المناظره واول مره ان انا استخدمها بالمفهوم نفسه، بالكلام نفسه، بالتكنيك نفسه، حاسه انها هتكون حاجه كويسه وهتتقدم بشكل حلو قوي. من ضمن التحديات اللي احنا قابلناها او انا شخصيا قابلتها انه انا اتقابلت مع ال 25 اللي بيجوا من اماكن مختلفه، في اللي جاي من محافظة شمال سيناء، وفي اللي جاي من الدلتا، وكمان في اللي جاي من الصعيد. احنا عندنا اختلاف ثقافات كبير جدا ما بين المحافظات دي، فانك انت توفق ما بينهم وان انت تدربهم على مفهوم المناظرة في كتير من الموضوعات اللي ممكن ما ينفعش تتكلم فيها في مكان معين وينفع تتكلم فيها في مكان تاني، انه سمح لكل الناس انها تتقابل مع بعض يطرحوا كل الموضوعات دون اي قيود ويقدروا ان هم يقدموا حاجة محترمة، انه ازاي اقدر اوصل معلومة وازاي اطرح مقولة للمناظرة لكم اكتر من متناظر كلهم عندهم خلفيات ثقافية مختلفة. المرأة العالمي 8 مارس، جايين النهاردة علشان نوضح دور المرأة بمناظرة وبالمسرح، جايين نقول إن الاختلاط مش عيب طالما في فكرة، في هدف، في مشاركة، لازم المرأة يبقى ليها دور، طول ما هي ليها عقل لازم نستغل العقل ده. الفكرة مش بس مناظرة واختلاف في قضايا سياسية أو قضايا عامة، الفكرة الأكبر إن إحنا كشباب محتاجين نتعلم إزاي نسمع بعض، محتاجين نتعلم إزاي نوصل وجهة نظرنا بأسلوب راقي من غير عنف بطريقة سلمية.
حضرة الناظر هم اللي كتبوها وهي من عايز لما حد يقولها. البنات يقعدوا في ديسكات لوحدين والولاد يقعدوا في ديسكات لوحدين. الحقيقة انه نحن لما نتعامل مع الانسان على انه خطاء ومنعاقبه لانه خطاء نكون عم نغلط لانه ربنا خلقنا هيك. الطريقة الصحيحة انه نحن يعني نسيب الامور على طبيعتها ونتعامل مع الخطأ لما بيحصل بطريقة واعية. المشاعر هي شيء راقي جدا مش المفروض انها تتعاقب عشانه، لان ده هيوصل الرجل زي ما وصلنا للحالة المزرية اللي احنا فيها دلوقتي، انه اصبح يرى المرأة مجرد جسد لان احنا بنمنعه من الاحساس. مبسوطة جدا ان انا كنت في صوت الشباب العربي، ده برنامج بجد اداني خبرة كبيرة جدا. كان نفسي اطلع على المسرح، الدورة دي ادتني حققت لي الامل ده، ادتني علمتني حاجات كتيرة خلال الاربع ايام دول. صوت الشباب العربي اهتمامه الاول انه يصل التدريب ويصل مفهوم المناظرة لاكبر عدد والمختلف الفئات العمرية من الشباب تحديدا، علشان يقدروا يتناظروا مع بعض بشكل جيد. ده اسبوع الشباب العربي في مصر، بتمنى ان شاء الله يكون في اكتر من متناظر عندنا في مصر، اكتر من مدرب واكتر من محكم، والاجمل بقى ان احنا نلاقي مفهوم المناظرة بدا ينتشر انتشار واسع من وجه بحري لمحافظات سيناء للمناطق الحدودية في صعيد مصر او حتى في غرب جمهورية مصر العربية.